بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر جمعية زايدة أطلس الثقافة والتربية والرياضة على هاد الفرصة اللي تحسها لهاد الشباب باش يشاركوا بالإبداع ديالهم مجال الشعر. بطبيعة الحال الإبداع حسب الأمر الهين كانت هذه والأولى بالنسبة لهذه الطاقات الشابة، لكن هناك نصيحة لابد من إسدائها لهؤلاء الشباب ترتبط بأن الشعر كما قلت سابقا هو موهبة وصناعة. إذن فالموهبة وحدها لا تكفي، لأن كما قال القدماء لكل شاعر شيطانه، لكن يبقى كما قال جرير لمن سأله كيف أن يصبح كيف أصبح شاعرا، فقال له احفظ الشعر كذا وكذا من الأبيات ثم إلي، ثم بعد أن عاد إليه قال له انسى ما حفظت، ثم حال عاد إليه مرة أخرى قال له سير فقد أصبحت شاعرا. وأشكر من ساهم في تأطير هذا الحفل وهذه الأمسية، وشكرا لموقع ميدات أونلاين. والسلام. السلام عليكم. بصفتي إطار داخل جمعية أطلس زايدة، كنبغي نشكر كل من ساهم في هذا اليوم الشعري. كنبغي نشكر كل قريب أو بعيد اللي ساهم في هذا إنجاح الإشعاعي، اللي دائما جمعية أطلس زايدة كتحاول أنها تخلق أجواء جديدة وأجواء ترفيهية داخل زايدة. وشكر خاص لميلز أونلاين على تغطية هذا الحدث، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نقدم شكر جزيل لجمعية أطلس زايدة للتربية والثقافة والرياضة والتنمية البشرية على المساهمة على هذه الأعمال اللي كتقوم بها، وكنتمنوا لها مسيرة موفقة إن شاء الله. نقدم شكر خاص لميدلت أونلاين على المبادرة ديالي التهيئة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تنبغي نوجه كلمة من هذا المنبر هذا الموقع ديال ميدلت أونلاين على الاستضافة هذه الجميلة والحضور ديالهم في هذا النشاط هذا اللي أطلس زايدة للتربية والثقافة والرياضة التنمية البشرية. يعني أمسية، يعني نشاط كان شعر 100%، يعني لاكتشاف مواهب اللي كتعطيها الرغبة أنها تكتب في المجال ديال الشعر وأنها في المجال الشعر. فالمسابقة كما شفتوا أنها كانت مسابقة ليا وكانت منافسة ولي تقارب ما بين جميع المتشاركين. خلال هذه الدورة الأولى هذه غادي نحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم نطوروا العمل ديالنا ونديروا الدورة الثانية لما لا بعض الشعراء، ويعني توقيع يعني كتب ديال بعض الشعراء والكتاب هنا هي بمركز التكوين وتقوية قدرة الشباب زايدة. فهذا المركز هذا اللي فتح الآفاق كبيرة بالنسبة للشباب ديال المنطقة ككل، وغادي يساعدهم على تنمية المواهب ديالهم في الإبداع والخلق والابتكار. فاحنا الإشارة ديالهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ومرة أخرى تنبغي نشكر موقع على الاستضافة ديالهم وعلى يعني الحضور ديالهم لهذه الأمسية هذه إن شاء الله، وشكرا.